لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. جنى اسم علم مؤنث عربي، وقد مالوا إلى التسمية به جمعا على عادتهم وابتعادا عن قدسية المفرد منه. والجنة هي البستان في الأصل، ثم أخذت طابعا دينيا حين وردت في القرآن كثيرا مفردا وجمعا، دلالة على مقام أهل الدين والخير والصلاح، ويقابلها جهنم. لكنهم سموا بناتهم به للجمال ولما تحويه الجنات من طبيعة زاهية الألوان. وكل ما يجنى من الشجر فهو جنى، والكمأة والكلأ والعنب والرطب والعسل والذهب جنى، وثمرة كل شجرة جناها. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الإنستغرام والفيسبوك لقناة أسماء عربية، وهي موجودة في الوصف أيضاً.